احنا هنقول بس حته هنا عناوين انه ممكن بيحصل ما بين العمليه الجراحيه التهاب الاعصاب، حاجه اسمها استجابه للاجهاد النظامي، حاجه اسمها الانسدادات الصغيره او السكته الدماغيه المستجمعه للمياه، وكل دي عوامل بتكون سبب في الهذيان. طيب بيتكلم بقى على الزبون بتاعنا اللي احنا بيدور حواليه كل هذا الكلام على الديكس ميديودين. هو منبه الفا الادرينالينية، بتلعب مستقبلات الالفا الادرينالينية دورا حيويا في الحفاظ على الديناميكا الدموية السليمة، وتلعب دورا كبيرا في استجابة الاجهاد التي تم مناقشتها. النور ابينفرين هو كاتيكول امين يتم اطلاقه اثناء استجابه الاجهاد مع تاثير تضييق الاوعيه الدمويه من خلال تحريض مستقبلات الفا 1 الادرينالينيه مع مستقبلات الفا 2 الاندروجينيه التي تعمل كحركه تغذيه مرتده سلبيه للنور ابينفرين على الطرف العصبي قبل المشبكه. ديكس الديكسي ميدين هو مهدئ مستقل يستغل حلقة التغذية الراجعة السلبية اللي كنا قلنا عليها فيديوهات قبل كده الجوهرية، هذه من خلال تحريضات مستقبلات الفا 2 الادرينالينية الانتقائية، وتعمل مستقبلات الفا 2 الادرينالية منشطة على ضعف مسارات النور ادرينالية من خلال انخفاض اطلاق النور ادرينالين من المنطقة الزرقاء من خلال عمل مستقبل مقترن بالبروتين جين المثبط، مما يتسبب في انخفاض نشاط الادرينالينات السايكليز ومستويات احادي فوسفات الادينوزين الحرقي. وتفسر مستقبلات الفا 2 الادرينالينيه ايضا التاثير المسكن الذي يرى مع الديكسيميتودين وداخل القرن الظهري للعمود الفقري. وتوجد ايضا وينتد جين كالسيتونين مرتبط بمستقبلات الفا 2 الادرينالينيه، وتقلل فعاليه هذه المستقبلات من اطلاق الماده وتخفف من إشارات الألم. مع السلامة.